متحوش يعان، ايش رايك تسوي لنا شيء؟ صد عد انا خاطي اطبخ. ودك بسندويشة جبن؟ بطبخ واخرتها سندويشة. تعال معي المطبخ وبربطك. معاك للمريخ. سعيدو هات الجبن. سعيدو كنا يبي لها خس عشان الرشاقة. سعيدو وطمط بعد ما عليك أمر، تعرف يحافظ على النظارة. عبوش أبي أسمع دهن قلاي لحم دياي مو بسلطة وبس. تقول لي خس أقول لك يعان. إنزين عيال عطني يما عليكم بالعافية، بس ترى إسراف كهربا كل شوي تفتحون وتسكرون تفتحون وتسكرون بهالثلاجة كذي. اخذوا يا يما اللي تحتاجونه كل مرة واحدة، مو بصعبة. سؤال حلقتنا اليوم يقول تكرار فتح الثلاجة يعد هدراً للكهرباء؟ نعم لا